إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وعلى إثر معلومات واردة إلى مصالح الأمن من قبل مواطنين، نفذوا قيام بعض الأشخاص ببيع مواد صيدلانية بأسعار مرتفعة وفي أماكن غير مخصصة لهذا النشاط، مستغلين في ذلك الظرف الذي تمر به البلاد جراء انتشار الفيروس. على الفور تم وضع خطة عمل شارك فيها مختلف عناصر الشرطة من مختلف المصالح النشطة، أين تم مداهمة النقاط التي تم التبليغ عنها، ليتم توقيف شخصين وحجز ما يلي: 3160 كمامة طبية، 600 خفاز، 168 مرهم كبير الحجم، 10 قطع مرهم صغير الحجم. المشتبه فيه ما تم إنجاز ضدهما ملف قضائي سيقدمون به بموجبه أمام الجهات القضائية، فيما سيتم تسليم المحجوزات إلى المصالح المعنية.